هاي الناس ماشيه ازاي بالاكل، صواني الاكل بعد ما طبعا اكلوا ما شاء الله كل بيت. جهز الاكل. طبعا بعد نجاتهم من الطاعون. هات اللحمة نار، هات الدراع. البيت ده عشان فيه صورتين صينيتين. احمد وسيدة خالدة. وانا هجيب من شرقة، بيت شرقة هيجيبوا اولادي دلوقتي. اولادي هيجوا من الناحية التانية. اغرب مشهد هتشوفوه في الصعيد. الكل طالع بصواني الاكل، هذا الطعام في الشارع. هذا الطير. معانا في العادة السنوية الناس اللي ما بتقدرش انها تجي لحد المكان اللي احنا فيه هنا، احنا بنعمل لهم شمع عشان ايه، بتكون متكونة من ايش، لسه طازة، عز جديد محبوس مثلا خلال الايام دي، ولحوم وفراخ، بنعمل لهم شنط جاهزة بنوديها ليهم دايما في كل سنة لحد البيت بتاعهم. ربنا ان شاء الله ما يقطع لنا ولا يقطع لأي حد من الناس، دعوة رب العالمين.